بايع الإمام عليا الأنصار إلا نفرا يسيرا منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد الخدري ومحمد بن مسلمة والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وفضال بن عبيد وكعب بن عجرة كانوا عثمانية. ولم يبايع أيضا عبد الله بن سلام وصهيب بن سنان وسلم بن سلام بن وقش وأسامة بن زيد وقدامة بن مظعون والمغيرة بن شعبة. وأخذ النعمان بن بشير قميص عثمان الذي قتل فيه وأصابع زوجته نائلة وصار بهم إلى الشام ليحرض الناس على قتال الإمام علي.